ننتقل مع حضراتكم إلى موقعنا، موقع صدى بلد الإخباري، ومنه نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير جريدة الأخبار، وجاء بعنوان وداعا للبداءة وداعا للعنتيل والعنتيلة. وقالت: أحيي من كل قلبي المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر على قراراته الحاسمة بوقف وعقاب كل من يبحث عن الترافيك على حساب الأخلاق والتقاليد واحترام الأسرة المصرية، لوقف حالة التلوث التي أصابت أبصارنا وأسمعنا منذ فترة بأخبار وموضوعات تضرب في عمق المجتمع المصري الملتزم المتدين ولا تراعي حرمة ولا ضمير. لقد فاض الكيل وفلت الزمام في بعض أوكار الإعلام الإلكتروني المشبوهة. أحيي قرارات المجلس الأعلى للإعلام وقراراته القوية، ولكننا شاهدنا فضيحة واغتيال معنوي لسيدة في المحلة قبل أن تظهر الحقيقة ويثبت عدم صحة كل ما تم تداوله. ولا يكفي أن يعتذر المسؤول الأول عن الإعلام بكل أشكاله للسيدة الجليلة ويطالب الجميع بالاعتذار لها باعتبار أن ما حدث جريمة. ولا يكفي أن نعدد أشكال وألوان الجرائم والخوض في الأعراض من طبيب الأسنان إلى عنتيل المحلة حتى يظهر لنا عنتيل شبرا وعنتيل شبين وعنتيل مطروح. ولا يكفي لوم الفنان الذي ظهر وتحدث بشكل وقح وفج وجاهل لا يمت لرسالة الفن وذوقه وسمو رسالة الفنان بصلة. ولا يكفي إعادة التذكير بدور الإعلام ورسالة التنوير والمطالبة بتعليم الأجيال الجديدة كيفية كشف الفساد دون فضائح وتشهير. ولا يكفي أن نؤكد للقاصي والداني أن دور الإعلام هو الدفاع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص ومطالبة وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية. ولا يكفي أن ينتفض الأطباء النفسيون محذرين من خطورة الظواهر والانحرافات السلوكية لتنشرها بعض وسائل التعبير بأنها فترة الانهيار الثقافي، ويندرج تحته الانهيار السلوكي والقيمي والديني. لابد من تحرك لتفعيل القانون أولا. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: رغم صدور قانون الإعلام الجديد 180 لعام 2018 منذ سنتين والضوابط التي حددها لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية، فلا تزال بعض المواقع تنشر الأخبار وتحمل أسماء صحف محترمة مع تحريف بسيط في الاسم، ويجب حذفها حتى ننتصر للأخلاق. ولابد من دعم ومساعدة الأعلى للإعلام في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوسائل الإعلامية غير الموفقة لأوضاعها، ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات لإظهار ما يثبت توفيق أوضاعها وإثبات ذلك في صفحاته الأولى، كما تفعل المحال التجارية ليعرف القارئ أنها مواقع شرعية ومصدقة وتخضع للضوابط الأخلاقية والمجتمعية. كلنا يعرف أن المدة المقررة قانونا لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية قد انتهت. وناشد المجلس الأعلى للإعلام في أكثر من مرة جميع الكيانات الخاضعة للقانون سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص، ولا حياة لمن تنادي. لابد من تحرك تشريعي تحت قبة البرلمان الجديد بغرفتيه الشيوخ والنواب لمساءلة الجهات المعنية عن هذا الانفلات الأخلاقي الذي تفشى في وسائل التعبير المشبوهة وتشخيص العلة وتحديد المسؤول عنها وصرف الإجراء العلاجي المناسب لوقف العدوان على أخلاقيات المصريين ومثلهم. لابد من تحرك مجتمعي فوري لنبذ هذه النوعية من الأخبار، لنقول وداعا لأخبار العنتيل والعنتيلة وعدم التعامل معها ونبذ مروجها باعتبار أن حامل الكفر هو أشد كفرا. وكما يقول المثل الشعبي: ما شتمك إلا من بلغك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ف
فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.